احنا وصار في قطع للطرقات واعتقلنا اشخاص تابعين لهم واليوم عم يتواصلوا من شانهم. نحن امبارح عم يتواصلوا من شانهم ونحن قلنا لهم قبل ما يفك اخلاء سبيل الدخيل ايمن فارس ما راح نطالع اي شخص من عنا. وصلنا خبر اعتقال ايمن فارس من محافظة اللاذقية حاول انه يلتجي لمحافظة السويداء. ما راح نطالع اي شخص من عنا ونحن مع التصعيد ولن طلعون. هذا سلم كونه بس دخل، نحن ما بنعرف المرجعية القديمة له. انا بالعاصمة عندك هلا وعم بنمشي تفتل بشوارع العاصمة. بشار الاسد هلا ما عنده هم بسوريا الا ايمن فارس. روت مرجع اسرائيل يلي متدقق كل يوم، ومرتك يلي ما خلت الساحل اباديته اباده، جوعت العالم بالساحل ما تفقرين قصدهم. إن الله راد مستمرين ليسقط هذا الطاغية. سويدا سويدا ما راح تنام صبح وظهر وبالليل ليسقط هذا النظام المجرم.